كان يقف على المسرح ويسمع صوت الجمهور بيسقف له. علشان حلمه عاش أيام صعبة وعاش معاناة طويلة. وقف في البرد على باب المسرح يمكن حد من الممثلين يخرج ويشوفه. وصل وحقق حلمه، لكن يبدو إنه غير راضي ومحبط. الفنان علاء مرسي على المسرح. لو الحياة مسرح، مسرحية علاء مرسي اسمها أيام الضحك والدموع ولا ليها اسم تاني؟ اسمها أيام الحلم والضحك والدموع، لأن هو الحلم هو الأصل، والضحك الضحك كان قدام الناس كتير، إنما الدموع هي اللي معايا كتير أكتر. يعني الدموع داخلي هي الأساس، أما الضحك كان للناس أكتر. كان قناع؟ قناع بتداري بيه الدموع. طبعا بتداري بيه الدموع، لأنه أعتقد أن كل حد كان عنده حلم أن يبقى حاجة في المهنة دي، في المسرح تحديد أو في الفن، عانى بالدموع لو كان حلمه صادق وحاول، لأنه لن يرضى عن سقف لتحقيق الحلم. هو طول الوقت عايز، فطول الوقت بيحبط، طول الوقت بيكافح، طول الوقت بينجح، طول الوقت بيفشل. حتى لما بينجح بيبكي. حتى لما بينجح والناس بتسقف له، الدموع هي اللي بتعبر. فرحة النجاح بتبقى دموع. دموع هي دموع هي دموع هي الدموع هي هي المشاعر الحقيقية على فكرة. أب أزهري وإمام مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي. الله. يعني تربية متحفظة وحلم إنك تكون ممثل. ما كانش عنده مانع خالص. ده كان بيسمع أم كلثوم، بحبها، وكان بيتفرج على كان في فيلم بيجي يوم الحد مثلا، يوم الأحد، اليوم المفتوح. فكنت بشوفه بيحب صلاح منصور الله يرحمه في فيلم الزوجة التانية. لا، ما إحنا برضو معروف في مجتمعنا احنا نحب نسمع الست ام كلثوم، بس بنتنا ما تطلعش تغني. ما تطلعش تغني، صح. ممكن نحب محمود المليجي ونحب نجيب الريحاني، بس ابني ما يطلعش يعمل، بس ابني ما يطلعش ممثل. بص، هو كان مشكلته معايا انه خد شهاده. احنا كان هو من الجيل، من الزمن بتاع الشهاده سلاح، والمير يتمرمغ في الميري زي ما بيقولوا. يعني خلي عندك وظيفه، خلي عندك اكل عيش ثابت، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. طلعت سلاح؟ هي طلع كلامه هو صح، بس انا ما التزمتش بيه. انا خدت الشهادات ومتعلقه عندي في البيت ومش عارف فين. انما مش القضيه، لانه الزمن اختلف، ولكن هو كان صح. هو كان صح فان هذه الشهاده هي حمايه. حتى لو هي مش سلاح هتصارع بيه، هي سلاح تستند عليه في وقت زنه، الوظيفه. لانه احنا مهنتنا انا بسميها صياد. فيمكن ده خوفه انه المجال كده. طب حمتك ازاي؟ هي حمتني، ما انا ان ادتني حتى باور ان انا معايا شهاده. ان باور أنا ولا مظهر اجتماعي؟ منظر اجتماعي خالص. انا المفروض ان انا اقول انا قناع، يعني قناع. زي الضحك كده، زي الضحك. انا المفروض اقول انا الدكتور علاء مرسي، اقول انا الاستاذ بتاع التمثيل علاء مرسي. انا ما بقولش كده لان انا مش كده، انما انا ممثل، أنا فنان، أنا بحب التمثيل، أنا بحب الإخراج، بحب التأليف، بحب الشغلانة على بعضها، بحب أنا هاوي ومش قادر أبقى محترف. ودي مش ده عيب، مش صح. الأب هذا هو نموذج للوسطية اللي كنا بنعيشها كلنا. هل تعلمي أنه مثلاً أن الشيخ عباس عبد الصمد كان بيعزف عود، وبليغ حمدي من الناس اللي بتستمتع بعزف الشيخ عباس عبد الصمد؟ لا، ما أعرفش المعلومة دي. يعني إحنا إيه اللي حصل في فكر أنه لا تحريم، لا تكفير، لا تجهيل؟ دي موجة ودت الكل في داهية، والحمد لله طولت. طولت موجة، بس تأصلت وقويت جدا وطولت. وربت أجيال على الفكر بالأسف. ده ولكن عندك نوع من الفن تشوفه فن حرام أو تقول عليه فن حرام؟ اللي يفضح
الفن اللي يفضح، اللي يفضح بلدي، اللي يبين مساوئ بلدي، اللي يبين شوارع مش نظيفة، بالنسبة لي ده فن حرام. طب ما ده ممكن أحياناً يبقى حقيقة، ممكن يبقى في شارع بجد مش نظيف، ممكن يبقى في منطقة فعلاً شكلها وحش. حلو، ما طلعهاش زي ما هي، أعبر عنها بشكل آخر، وهنا الإبداع. هو الفن مش مرآة الواقع، أفلام زمان الأبيض وأسود كانت بتورينا مصر الأنيقة. حلو، هل تعتقد إن زمان كانوا بيصوروا لنا كل الحاجات؟ ولا كان في شوارع وحشه وكان فيها زباله؟ اكيد ما بقدرش اتخيل ان مصر زمان كان فيها اي حاجه وحشه. ليه؟ لان السينما كان بتقدم لنا اجمل شيء في البلد. دورنا ده هتبين لي عيوب عندي في اخلاقيات، في مناظر، في شوارع، في بيوت، اي تشوهات عن وطني وعن تاريخي وعن ابنائي واخواني، ده فن حرام. انا عايز الجمال، السينما الجمال، وأقدر أربي ولادي بالجمال مش بالتشوه. تشوفوا الجمال على شاشة السينما وينزلوا الشارع يشوفوا قبح يصطدموا بالقبح. حضرتك دوري أنا كفنان مؤثر أكتر من إمام الجامع. أكيد إمام الجامع إحنا بندخل بنسمعه، وراجل عظيم وراجل يشكر، بس بنروح له بمزاجنا وإحنا بنروح طالبين، لكن مش بيدخلنا البيت. طبعا الجهاز اللي معانا دلوقتي في إيد ولادنا ده أصبح قاتل. صحيح، اصبح شيء مشكله كبيره، بيأثر اكتر من امام الجامع. ابني بيروح يصلي الجمعه بيرجع، فهمت ايه يا ابني من هناك؟ قال لي صلي. قلت له طب ما انت كنت عنده بتصلي. قال لي ما هو قال لي يا جماعه صلوا. قلت له ما انت رحت تصلي، انا عايزه يربيه مش يقول له تعالى صلي، ما هو راح صلى خلاص، ما خلص الموضوع. تعالى صلي جيت ايه بقى؟ كلمني في ايه؟ كلمني في انتماء لبلدي، كلمني في انتماء لأولادي، لأبويا، لأمي، لأسرتي، لعلمي، حرك لي حاجات جوايا، ما تخوفنيش، اديني أمل، اديني حلم أعيش فيه وامشي وراه وحقق. مفيش حاجة قوية بتتبني بالخوف. إنما الممثل أو المطرب بيعمل تأثير غريب جدا، وبعدين ممكن يبقى جاهل، الفنان ده ممكن يبقى جاهل، جاهل وبيعلم ولادي. طب إيه المصيبة دي بقى؟ مطرب ما بعرفش يغني، صوته وحش، ما هواش عارف الله حطه فين هنا في الحياة، بس هو نجم وبيربي عيالي، بيربي أذن، الأذن بتاعته، السمع بتاعهم، يتذوقوا إيه. نحن نفتقد حاجة كانت عظيمة موجودة اسمها الذوق العام. الذوق العام ده حقيقي. رحلة من الريف للقاهرة متسطح على القطر. الله، عشان حلم التمثيل. صح، انت جبتي الحاجات دي منين؟ الرحله دي كانت صعبه جدا ولذيذه جدا ومريحه جدا. مريحه على سطح القطر؟ ولا كانت مريحه نفسيا مش جسمانيا؟ مريحه، لا مش جسمانيا، ما كنتش حاسس ان هي مؤلمه جسمانيا. كنت حاسس ان انا طاير، انا رايح لحلمي، رايح اشوف القاهره، اشوف مصر. فمتخيل اول ما هنزل هلاقي عبد الحليم معدي كده، وهلاقي الست شادية رايحة كده، وهلاقي الأستاذ عادل إمام بيجري هناك، وهلاقي أنا رايح لحلم. أحلام رومانسية فظيعة. وبعدين كان عندي تخيل إن الناس دي مش حقيقيين، يعني ما هماش دم ولحم، يعني أنا لو هم أشي حاجة خيال. فتسطح على القطر كان حلم جميل ومريح. طب يا شادية فين يا جماعة؟ فاللي يقول لي في الجيزة. طب اروح الجيزه فدور، فدي العماره، فالراجل اللي تحت يقول لي الست ما بتقابلش. طب انا مش عايز، انا اشوفها بس وامشي. طب اروح ايه يا ابني؟ انت عايز ايه؟ انا عايز امثل. طب تروح يا ابني المسارح اللي في عماد الدين. فاجي مسارح عماد الدين، فاقف على باب مسرح الرحاب، فلاقي افيش كبير جدا، في فريد شوقي وفي مش عارف مين ونجوم كتير. كنت عايز تدخل والشخص اللي واقف على الباب طردك؟ عم احمد كان واقف، راجل جميل وشه بشوش وفي نفس الوقت مبرق. أنا جيت جنبه قلت له أنا عايز أقابل الناس اللي هنا عشان عايز أمثل. قال لي مش هبدأ من هنا. قلت له لا أنا عايز أمثل. هو طبعا بيجي له شبهي كده كتير، فكب مية امشي. فقلت له مش همشي يا ابني، امشي يا ابني امشي. بقيت كل يوم أجي أقف، إلى أن لقيت الأستاذ فريد شاوي داخل فيه. طبعا كان هيغمى عليا لأنه ده الوحش، ده وحش الشاشة، وحش الشاشة والملك والترس.
فريد شوقي ده يعني اول انطباع ان انا خايف منه ليضربني يعني هو وجريت عليه ايه يا ابني في ايه قلت له انا كذا قال له لا ده بيجي كل يوم قال له عايز ايه قلت له عايز بس انت منين من كذا طب انت منين طب تعالى ادخل دخله قعده هنا تمام تمام اقعد يا ابني هو كان راجل حنين قالوا في ولد يدخل بس يعمل مشهد كده دخلت عملت المشهد على طول في ساعتها في يومها لا مش يومها بعدها بمده طويله بعدها تقريبا بشهر انا باجي اقعد خلاص بس ساعدك ساعدني عطف حن ادخل دلوقتي عشان كده يعني أنا... تقول ان الفنان فريد شوقي صاحب فضل عليك طبعا في رحلتك طبعاً. وعم احمد ده ما انا استغربت عم احمد بيطردك وانت بتقول عليه راجل طيب وبشوش ليه بقى؟ لانه هو رد فعله طبيعي ولكن كان ممكن يطلب للبوليس ان هو انه حس ان الواد ده صادق عشان كده قال لي فريد شوقي ده الواد ده بيجي كل يوم عشان تمثل وتفضل قاعد في القاهره اشتغلت في القهوه اللي رحتها اللي بيقعد عليها أيوة الفنانين اللي بيقعد على الفنانين وكنت بتبات في القهوه وببات في القهوه تحت اللي بيسموه البنك بتاع القهوه أيوة. اقعد تحت مفيش لحظه خطر على بالك كده سالت نفسك او قلت لنفسك وانا ايه اللي عامل فيا كده انا ارجع بلدنا انام في سريري واشوف شغلنا اكل منها عيش خالص ولا مره بالعكس كنت مصر وكنت برجع هناك بلبس خناع لوالدتي لان يعني والدتي كانت صديقتي يعني هي بعد والدي توفي وانا صغير فانا بالتالي هي صاحبتي هي كل المرايه وفي نفس الوقت عايز افرحها ان انا عملت خطوه وهي مش فاهمه انا رايح فين فبدخل لها بباركيلي انا بقيت ممثل خلاص الموضوع خلص تشوفيني في التلفزيون ده وانا معاه مش عارف ازاي هيحصل بس انا طول الوقت عندي امل انه هيحصل واصرار انه هيحصل الى ان التقيت بالاستاذ سيد راضي الاستاذ سيد راضي قال لي جم قال لي انت في سنه كام قلت له انا في ثانويه عامه قال لي روح خلص ثانويه وارجع وعد مني هدخلك المعهد معهد العالي للفنون المسرحيه طب اعمل ايه في المعهد؟ قال لي ولا حاجه ده القناه الشرعيه وتخلص. الذكريات حلوه ايوه طبعا وانا مستمتع بيها ايوه وتجارب يعني عارفه زمن حلو وايام جميله جدا واحلام حلوه انت خليتيني اتكلم فيها بقلبي عشان انت غالبا بدات حلمك اصلا بقلب انت بدات الحلم بقلب من غير بصدق. عقل من غير انا ما عقل. عملتش حسابات عقليه خالص ولحد دلوقتي ما بعرفش اعمل حسابات عقليه ولا حسابات ماديه ولا ليا دعوه بالحكايه انا ليا دعوه بالحلم باحساسي بالحب بحب انا حاجه الشيء اللي انا بحبه ده الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقني بحبه وهو اللي حط جوايا من صفاته البديع حط فيها ابداع فانا بحب الابداع وبحب الشغلانه دي وبحب الحكايه دي ونفسي احقق فيها ولحد دلوقتي برغم اللي بحكوا لك انا حاسس ان انا ما عملتش حاجه ما زال عندي حلم اكبر وما زال عايز احقق انا بحس بكده عايز لسه اعمل حاجه يعني دفعت في الحلم اكتر من اللي خدته انا دفعت كتير في الحلم ما انا شايفه خدت ربع اللي دفعته اقل من ربع ولكن انا راضي بحاجه تانية انا راضي ان بيحصل معايا معادله غريبه ان في كم الاحباط اللي ببقى فيه بمشي في الشارع ربنا بيبعت لي رسائل غريبه جدا الاقي ست او بنت او ولد او اي جيل من اي من الاجيال المختلفه جاي عليا ويقول لي انا بحبك او انا بحبك احنا بنحبك احنا انت حد قريب مننا انت حد يقولوا لي كلام انا هم ممكن يكونوا بيقولوا لكل الفنانين لا بس وش أنا حضرتك من الوشوش الفنيه المالوفه قوي انا بيخدني اللي مرتبطه معانا بمشاهد معينه بلازمات أيوة معينه ايوه فاقول الله طب ما انا واصل للناس اهوت في قلوبهم يعني ما هي الفكره ايه الفنان عايز يوصل للقلب صحيح انا مش عايز اوصل لعقلك انا عايز اوصل لقلبك لان وصلت لقلبك اقنعتك فصدقتيني فبالتالي حبيتيني فبالتالي ارتبطت بيا فعشت في وجدانك زي ما انا حصل معايا مع نجوم يعني انا عندي ارتباط توحد قوي جدا بالاستاذ عادل امام
عندي توحد قوي جدا بصلاح السعداني، عندي توحد قوي جدا بممثل اسمه عدلي كاسب من عظماء علم التمثيل في العالم. هو ممثل اسمه عدلي كاسب، مش مشهور، شهرة تكفي لموهبته، ولكن هو أعظم من كلينت ستود، أعظم من جين هاكمان. ده من وجهة نظر علاء، ومن وجهة نظر المتخصصين يعرفوا هذا الممثل مهم جدا ولم يأخذ حقه. ما زلت إلى الآن أنا رجل هاوي، ما زلت متلقي، ما زلت بتعلم، ما زلت بحلم، ما زلت لسه ما عملش حاجة. بس حلمت ودفعت ثمن حلمك ودرست ومثلت ونجحت في أعمال كتير وفي أدوار كتير ولسه بتقول هاوي؟ آه، لأن المحترف موهبة تانية. أنا ما عنديش موهبة الاحتراف. موهبة الاحتراف إنك إزاي تصنعي الحالة حوالين نفسك وإزاي تبيعي المنتج اللي عندك. أنا إلى الآن مش فاهم يعني إيه لعيب في النادي الأهلي وينتمي للنادي الأهلي، وأنا بحب النادي الأهلي وماشي ورا النادي الأهلي وبنفعل عشان النادي الأهلي، حل؟ وفجأة ألاقي الموسم اللي بعده بقى في الزمالك هو. آه يعني إيه؟ يعني مش فاهم هو إيه ده؟ ده عقيدة يا جماعة. أنا لا، أنت مش فاهم، دي ده احتراف. أنا بفهمش نفس المنهج في التمثيل. إيه أكتر قناع بيلبسه بتلقائية علاء مرسي؟ بتلقائية بدون قصد. مجاملة. المجاملة طبعا في ثانية، مع إنك عصبي جدا جدا، ولما بتتعصب ما بتشوفش قدامك وما بتقفش عند حد، بخسر كل حاجة. وما بعرفش أنا بتعامل مع مين. بنسى أنا بهاجم مين. ويمكن ده حصل لي في بداية شغلي على فكرة. تخيلي إن أنا واجه جديد ورايح أشتغل في مسرح، فأنا وقفت على الخشبة، فمخرج قاعد، ومخرج أساساً عشان تكلميه عايزة واسطة، وأنا واقف قدامه على المسرح مش مصدق ده مين؟ إن أنا واقف قدامه. ده مين قدام. يا أستاذ علاء؟ كان الأستاذ حسين كمال. شفتي الاسم عامل إزاي؟ فخامة الاسم تكفي صح؟ طبعا. واقف قدامه بس قال جملة غلط معي، فتعاملت معاه ان انا الراجل بتخانق معاه في الشارع، فصلت فصلة مش طبيعية. ده كان خطأ، خطأ مني كبير. انا تلميذ قدامك، علمني، عرفني. انما تهين جزء او تفكر تهين جزء من كرامتي، أنا مش عايز الفن خالص. مين الشخصيات اللي عرقلت طريقك، اللي وقفت في سكتك؟ أهم شخصية عرقلت طريقة هي علاء مرسي. أكتر حد أذى علاء مرسي هو علاء مرسي. أذى بإيه بقى حضرتك؟ أول حاجة المجاملات. ودي مصيبة. أيوة حضرتك قلت ده، قلت ده على شغلك، قلت إنه أنت في وقت أزيت مهنيتك وأزيت طبعا جملت علاء مرسي. أزيت نفسي تماما، أزيت موهبتي بأن أنا لم أعلم قدر موهبتي بالشكل الكافي، فما صدرتهاش للناس بشكل كافي. وجملت بيها كتير. وجملت بقى تعال هنا حاضر، تيجي هقول هنا حاضر، ما انتش واخد فلوس ماشي، اقعد هنا حاضر. هي شعرايا. أي تمثيل حاضر، أي تمثيل حاضر. بس أنا مشيت مع تيار المجاملة وتيار البساطة خالص بشدة. فاتخبطت. حسيت انك استهلكت نفسك وموهبتك وظهورك بدون فايدة حقيقية. بدون إضافة لمشوارك. استهلكت موهبتي في أشياء تدمر الموهبة. في أدوار تدمر الموهبة، أدوار مجاملة. فهمت بعد كده انك كنت بتستغل كتير، وان في حتى زملاء طلعوا كتير. هل عمدا ام أنا اللي اديت الفرصة فما بقتش عمداً؟ أنا إلى الآن ما أعرفش، ولكن عمداً ولا حضرتك خليته متاح؟ ده أصدق. أنا الباب مفتوح. تفضل، أهلاً وسهلاً، تفضل. ناس داخلة وناس طالعة، ناس داخلة وناس طالعة. أصبحت أنا شيء معتاد. فأصبحت أنا شيء سهل. علاء مرسي نجيب يا عم هيجي مش هيعمل مشاكل. في حين إنه بيروحوا لاقيين مني وش فجأة مش مجنون، إنه أول ما بحس إنه أنا مستغل الشعر أول ما بتلمح إن الحاجات مش في مكانها، مش مكانها. أنت بتضحك، كنت بتكذب يا ناقص، أنت كنت تكذب عليا، انتهى الموضوع.
بتحول والدنيا بتبوظ وخناق. وبنصح كل الشباب اللي بيحلم يبقى حاجة، اوعى تعمل زي علاء مرسي، بس اتعلم زي علاء مرسي، واصبر زي علاء مرسي، واجتهد زي علاء مرسي. صدقني لو ما عملتش الجزء بتاع المجاملة بتاعه وعملت ربع اجتهاده، انت هتبقى عظيم. تعتبر ده مونولوج تحول في مشوارك؟ انا اعتبر ان انا فقت، بس فقت متاخر شويه، فالتحول لمشواري اللي جاي اذا كان في العمر. فاكر اللحظه اللي فقت فيها تحديدا واللي فرقت معاك؟ القشه القشه اللي قسمت الحكايه وخلتني فقت. اليوم اللي اكتشفت ان انا محتاج اخد بيت لاولادي، واكتشفت ان انا معيش فلوس بعد 40 سنه شغل. 40 سنة قلت إيه ده؟ وأنا كنت بعمل إيه؟ كسبت كتير جدا، بس اكتشفت إن أنا كسبت تناتيش مجاملات. فكرة إنك تحس إن أنت بعد العمر ده أنت مش موجودة بالحالة، ما هو أنا لما جيت مسطح مش موجودة بالوضع اللي أستحقه بالظبط. وأنا لما جيت مسطح من القطر ما كانش عندي الحلم أساسا، بقول لك مش عايز حاجة. أيوة أنا طبعا عايز أتفرج عليهم وبس وأروح. فأنت الموضوع هو تطور صحيح، والحلم كبر وأنا ماشي وراه، إنما العقل ضاع. والعقل لما ضاع وما تحكمش في تحقيق هذا الحلم مشكلة. من الأحلام لفصل الصراعات مع علاء مرسي. كل واحد فينا بطل لحدوته، وكل بطل بيقابل صراعات، صراعات مع الأقدار، صراعات مع المحيطين بيه، صراعات مع نفسه. في ناس بتواجه حتى صراعات مع الزمن. إيه الصراع الأكبر والأقوى في حياة علاء مرسي؟ الصراع عدم الاكتفاء بتحقيق ذاتي، يعني عدم الرضا هو أكبر صراع، النرضى أو لا أرضى. راجع للي حواليك، للمحيط وللوسط الفني، ولا مع نفسك؟ مع نفسي. مع نفسك. لأن أنا السبب، أنا بتهم أولاً علاء ثم أتهم الآخرين. إن هم ما لحقوش علاء، طب ما لحقتوش علاء ليه لو أنتوا بتحبوه من يغلط كده؟ يعني علاء بيغرق نفسه، سيبه ليه يغرق نفسه؟ ليه ما لو أنت بتحبه؟ طيب أنت اللي بتغرقه، ده موضوع بقى استغله بقى، استغله، ده موضوع التاني. أهم الصراعات اللي في حياتي أنا شخصياً كفنان وكإنسان هي توحدي مع المهنة اللي أنا بعملها. أنا عندي مرض التوحد مع شغلتي، أنا بتوحد مع الشخصية. حضرتك قادر على التمثيل، على الإخراج، على الإنتاج، ومع ذلك ما حققتش ما يشعرك بالاكتفاء ولا في واحدة فيهم. ولا في واحدة فيهم. التمثيل فارق شوية، إنما الإخراج إلى الآن عندي حلم أطلع صورة معينة من وجهة إخراجية، من وجهة نظر ممثل مش من وجهة نظر مخرج. يعني أنا لما هخرج بخرج من وجهة نظر علاء الممثل اللي هو نفسه يبقى الحتة معمولة كده، الصورة بالشكل ده، الزاوية دي، العدسة دي، الرؤية دي، الديكور ده، اللوكيشن ده. أنا عندي الحلم ده. حضرتك قلت إنك شفت فنانين كبار جداً شفتهم هم مخزولين من السوق ومن المخرجين والمنتجين ومن جمهورهم، شفتهم هم منسيين، شفتهم وهم مهملين مش قادرين يعيشوا حتى كويس. ما هو أصعب حاجة على الفنان أن يرفض ويحس بالرفض أو يحس بالإهمال. وأنا شفت نجوم قامات كبيرة. زي مين؟ شفنا أستاذ توفيق الدين العملاق ده، العملاق ده شفته قاعد على كرسي في المسرح براحة في كواليس ساكت بالأربع ساعات قبل ما يجي مشهده ويدخل، هو ساكت وقايم ومتضر وإحساسه إن أنا معاه. بعد التاريخ، بصي، بعد النجومية والأضواء، بصي، لكل شيء نهاية حقيقي، والبقاء لله
صحيح. خلاص احنا متفقين. صحيح. البقاء في الاخر اللي خلاص. صحيح. ولكن ما نعجلش احنا بالاعدام. انا مؤمن جيل سلم جيل، بس ما تنساش الجيل اللي سلمك، لانك انت لا شيء من غيره، لانه هو اللي علمك، هو اللي عرفك، هو اللي حببك. ايوه حضرتك عندك تحفظ على ده، على فكره انه عشان يطلع جيل جديد لازم دايما نهمل القديم. القديم فيبقى جيل بياخد مكان جيل، مش جيل بيسلم جيل. بالظبط. لا انا ما بموتش جيل لصالح جيل. وبعدين تكتشفي اما تسافري بره ما يكلموكيش على الجيل الجديد، طبعا بيكلموك على الجيل القديم. صحيح. بيحبوا الجيل القديم. صحيح. طب انا مش ضد الجيل الجديد، بالعكس ده انا متحمس له، ولكن وانت بتاخد المكان اعلم ان في ليك ظهر، اوعى ترميه. حضرتك شاورت مرة على نادية الجندي ونبيلة عبيد وأحمد حلمي. أوه. وقلت إنهم ما بيعرفوش يمثلوا. قلت مرة كده. عارفة أقول لك ليه؟ أنا كان الحديث في سياقه. سياقه أن دول نجمات كبار. سيبي حلمي دلوقتي. لأن حلمي وجهة نظري فيه موضوع تاني. ولكن هو اتاخد في الرجلين. ولكن نجوميتهم دي أنا قلت هي أكبر من الموهبة، من حجم الموهبة. ما قلش فكرة بقى أما يتكتب ما بيعرفوش يمثلوا. مش ده اللفظ ده. هو مش ده اللفظ إن نجوميتهم أكبر من موهبتهم. طب ما هو أنا قلت إن دي إدارة الموهبة اللي حضرتك بتتكلم عنها. بالظبط. عندهم إدارة موهبة أكبر من الموهبة. عادل إمام الوحيد اللي عنده الاثنين أعلى من بعض، عنده الموهبة والكاريزما وحسن الإدارة، والإدارة وكل الحاجات. عنده كل الحاجات. وعنده الجدعنة وطيبة القلب والاحتواء والذكاء. طب وأحمد حلمي يا أستاذ علاء؟ أحمد حلمي عنده ذكاء فطري واجتهاد رهيب. أنا لومه بقى. ألومه في إيه؟ أنت يا حلمي النجم أنا مش عايز أشوفك مهزوز. أنا متعود عليك، إيراداتك عالية جدا، متعود عليك أفلامك كلها ناجحة، فلازم تنجح. ما ينفعش ما تنجحش. حلمي أنا وأنتي نخش له الفيلم وإحنا عاملين كده. صحيح. عارفة أتفرج على حلمي في الأوبرا، أتفرج على حلمي في الشارع. صحيح. اتعودنا عليه ناجح. صحيح. أنا عايزك، وبعدين أنت ربيت ابني، أنت الأطفال بيحبوك. صحيح. فأنت مسؤوليتك كبيرة في اختياراتك. ده اللي كان توجه، فانت ما ينفعش تبقى نجوميتك اكبر من عملك. فهمتي؟ كان حلم فدخل في الموضوع مع الست. لو كان الفنان الراحل الله يرحمه علاء ولي الدين عايش، كان ممكن يبقى هو الصديق النصوح لعلاء مرسي وكان قال له لا على حاجات كتير ولا لا؟ طبعا. وكان بيقول لي وكان علاء مره في مسلسل كان اسمه زيزينيا، وانا كنت بعمل فيه دور مميز كده، دور واد اسمه حمو، دور لذيذ. جم يعملوا الجزء الثاني، فانا كنت خلاص بدات ابقى خطوات احلى. بس انا ملتزم معاهم، ده دوري. وده لازم اروح. اعتذرت. فانا قلت له هروح اسال يعني ايه انت دلوقتي بتعمل دور اكبر هنا بطوله، رايح تعمل دور خمس مشاهد؟ قال لي فكر. قلت له لا ما ينفعش اقول لهم، انا كده ببيعهم. أنا شفتها بزاوية تانية خالص. قال لي كده عمرك ما هتبقى حاجة. فسمعت كلام. طبعًا التانيين زعلوا مني. المخرج ودول زعلوا جدًا. طبعًا. بس أنا حسيت ساعتها إن أنا خدت قرار عظيم، كان سببه علاء. إني لما اتفرجت بعديها على المسلسل وعلى الدور، فعلًا كان علاء عنده حق إن ما ينفعش أعمل. تخيلي لو أنا ما كنتش قلت لعلاء كان زمان عملته عادي، عادي جدًا. فأنا غلطت غلطات زي دي كتير. فاللي زي علاء اللي هو الصديق الناصح الامين، انت اصلا انت حطيتي ايديك على اصدق من رايت انا في حياتي في انسان، وانقى ما رايت في حياتي في انسان اسمه بدات علاء. الاقدار تلعب معاك بطريقه معاكسه شويه من اول علاء. المولد انفض زي ما بيقولوا كده، يعني علام ما كان موجود. كان انا كنت بنسى ان انا متجوز اساسا ومروحش، انا معاش مع علاء طول النهار. المرحله الثانيه الزوجه بقى، البيت. انا كنت كده يعني، انا حياتي عباره عن بصحى من النوم اروح لعلاء، او علاء بيصحى يجي لي وننطلق. مش انا لوحدي بقى، ده انا وهنيدي واشرف وادم وصلاح عبد الله كده، وفي جيل بعدينا لازق فينا كده علاء برضو متبنيه.
اللي هو كريم عبد العزيز، احمد السقا، رامز، محمد سعد، دول جيل تبع علاء ولي الدين. فهو كان يضم دول في دول. اول علاء ما مشي وانتقل الى عالمه الاخر اتفضت، مفيش مخلوق بيقابل حد دلوقتي الا بالصوت، يا انت فين يا عم وحشتني، كلنا بنقول لبعض دلوقتي كده. اتكلمت عن حاجات اتغيرت فيك بعد علاء، بعد موقف علاء. الإحساس بأنه ما بقاش في حاجة لها لازمة تزعلني أساساً، خلاص خدت عبرة. خدت عبرة في أني لازم أفوق. كانت لحظة انكسار رهيبة جداً. ما هو أنا في حياتي انكسارين، انكسرتي مع علاء وانكسرتي مع أمي. والميزانين دول اختلوا. مع أمي أنا بقيتش مركز. والدة حضرتك كانت 2018. وكان كمان ابن مراتك. فكانوا خطتين في سنة واحدة ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. قمت يعني أنا كويس أنا قاعد قدامك، يعني أنا في حاجة، أنا فكرة أنه ما زلت أستعمل عقلي بحسابات عقلية ده كويس جدا. ليه؟ لأن معظم الفنانين من غير التأثيرات ومن غير الأحداث دي ومن غير الحوادث دي هو أساساً بيجي في لحظة بيحصل له خلل، زهايمر بقى، الفكر بيروح، التفاهة بتزيد من فرط الخيال ومن فرط التفكير، خلاص هو بيروح في حتة. السكر بيبقى عنده سكر، اديني يا بنت دواء السكر، اديني بتاع الحباية اللي هي بنام بيها، اديني مش يعني، خلاص بيدخل في حتة غير الرجل السن اللي بيشتغل موظف أو مدرس. فنان مختلف. حضرتك عندك لوم لهنيدي وسعد؟ أنا مش لوم. أنا كنت في لحظة محتاجهم. أنا محتاجهم، صحابي وحقي عليهم، محتاجهم. كلموني تعالوا، ولما صرحت بده هم سمعوا وجم. وجم واستغربوا، انت بتنادي علينا، انت بتفضحنا، بتعمل قول ايه؟ انا احتجتكم فمش لاقيكم، فحسيت اني هنادي عليكم. بس ناديت على السقا، جه ناديت. انا بيجي لي لحظات انا محتاجك، مش عايز منك حاجه بس محتاجك، انت صاحبي، انت صاحبي، انت جزء من عمري. صراع الفقد كان اكبر واصعب ولا صراع المرض؟ ده صراع من نوع تاني، وكان محتاج قوة كبيرة قوي عشان تبقى قاعد قدامي كده الحمد لله. بصي، المرض ده بقى الاختبار الأعظم من ربنا، أن يجي يقولك أنا عايزك تجيلي بقى تقعدي تقولي لي يا رب يا رب يا رب. هيجيبك إزاي؟ أنا سايبك بقى في الدنيا وتمشي هنا وتمشي هنا، ومبسوطة وراضي عنك كمان، مبسوط باللي أنت بتعمليه، وعايشة كبشر، ما بتأذيش حد، ده أهم موضوع. خلاص ماشي، تأذي نفسك ده أنا هنقعد نتحاسب عليها. هعلمك ما تأذيش نفسك. إنما بتأذي البشر، ما طالما بتأذيش بشر أنا راضي عنك. بتأذيش مخلوقاتي أنا راضي، ما بتأذيش قطة أنا راضي عنك. طب تعالى لي بقى أشوف أعرفك إن أنت أذيت نفسك عشان تنادي علي. فيروح جايب لك مرض بسيط كده، جايبه، تعالى مالك، أقعد جنبي بقى، قول يا رب، قول يا رب فيشفيني. قعدت 4 أيام في المستشفى. نزل أخبار إن علاء مرسي في خطر، علاء مرسي راح، علاء خلص، الدنيا اتقلبت، وناس جالي ناس من السعودية، وجالي ناس من أصدقاء ليا، مش عارف، الدنيا اتلمت عليا في المستشفى، وبقيت أنا اتوهمت. حسيت بالحب؟ طبعًا، ده هو ده، ده هو ده التجربة. طمنت واتبسطت كده؟ صدقت، الله ده أنا ممثل ومحبوب، ومحبوب عند أصحابي، ومحبوب عند الناس. ده أنا الناس على الفيسبوك بتدعي لي، ده هو أنا موجود فعلا؟ أنا هنا كان ده الاختبار من الله سبحانه وتعالى، ودرس ونعمة منه بيمن عليا بفضله. أنت مين فضل جنبك في التجربة؟ مين تفتكر له أنه فضل جنبك وما سألكش؟ اللي فضل قاعد ماسك فيها كده محمد عادل إمام إلى الآن، وده ابني. هو يعلم مقدار عشقي للزعيم، ويعلم قد ايه انا بالنسبه لي عادل امام هو كل حاجه على المستوى الانساني. في حين هتستغربي انا ما اشتغلش مع عادل امام، مش مقربين ظاهريا لعادل امام، ما اشتغلش غير فيلم بسيط خالص وكان انقاذ موقف اسمه رساله الوالي. فانا علاقتي بعادل امام مش عشان انا بشتغل معاه، علاقتي بعادل امام عشان انا بتشرف ان انا في يوم من الايام بس عادل امام بص لي كده بصه شرف كبير ليا تاريخي كده. فأولاده رامي أو محمد دول بالنسبة لي فرحة، زيهم زي مريم ومحمد ابني، فرحة. بفرح بنجاحهم، بفرح بطبع.
فدول يعني هو قفش فيا محمد وإلى الآن حبيبي الصديق الصدوق ابني الجميل الفنان المتمرد أبو دم خفيف محمود عبد المغني بعشقه وكل اللي يقولي أحمد آدم صلاح عبد الله ما سابنيش لا مش اللي يقولك اللي كان جنبك اللي جنبي طول الوقت زي ما وصفت محمد إمام كده فضل ماسك فيك ما سابكش ماسك فيا ما سابكش هو أكتر واحد أكتر واحد كان ماسك فيا كده واللي على التليفون 24 ساعة صلاح عبد الله وأحمد آدم مين اللي خذلك؟ مين توقعت منه يكون جنبك وما كانش؟ والله بصي أنا كنت الأول بزعل واتضايق وباخد على خاطري بس أكتر حد كنت أتمنى إنه يبقى معايا وفي كل أوقاتي في فرحي في حزني في مرضي في شفايا بصدق والله علاء ولي الدين يعني أكتر حد كان هيبقى حنون بصدق عندي ولكن يعني مهندي كلمني وعيط بكى في التليفون جالي ساب الدنيا وجاه وقعد بس أنا ما أقدرش أقول له أقعد يا محمد جنبي عنده شغل وعنده يعني لكن علاء تقدر تقول له أقعد جنبي ما تسيبنيش مش هيتحرك مش هيتحرك السقا مثلا السقا كان بيصور في هو وزينة في لبنان كلموني تاني يوم لقيتهم موجودين في المستشفى بصي هو كلهم عملوا مواقف عظيمة مفيش حد ما عملش موقف عظيم ولكن هي الفكرة الأنس بحبايبك وصحابك ده مهم من الصراعات للمورال مع علاء مرسي المورال اللي طلعت بيه من صراعاتك المهنية أنا أعتقد أن المورال لسه ناقص ما اكتملش يعني هفضل طول عمري أحاول يحاول يكتمل معايا ولكن المورال الأساسي أن كل حد هياخد حاجته على قدر احتياجه وأنا احتياجي ما زال كبير علاء مرسي ينطبق عليه اتقي شر الحليم اتقي الشر الحليم إذا غضب إذا هاك يعني بيعمل مصيبة يعني أنا المثل ده بينطبق عليا تماماً لأنه أنا على قدر حلمي الشديد على قدر غضبي المميت الأمنية اللي ما تحققتش وفات أوانها الأمنية اللي ما تحققتش وفات أوانها أني أطلع أعمل فيلم رومانسي كشاب يعني فيلم رومانسي كشاب مش أطلع كوميديان يعني مش أطلع مع واحد بيحب ككوميديان لا يعني أطلع فيها محمود ياسين دي متعلقة بحلم البطولة المطلقة؟ لا متعلقة بحلم الجان يعني محمود ياسين يعني محمود ياسين محمود ياسين أنا بحبه رحمة الله عليه يعني بحب الجيل ده جدا بحب محمود ياسين ونور ومحمود عبد العزيز يعني دول جيل عظيم جيل فوق العظيم وفي امنيه ما اتحققتش وفات اوانها ان امثل مع عادل امام في التلفزيون انا كان نفسي ولم تتح الفرصه دي امنيه يعني عشان كده بعوضها انا مع اولاده يعني ولكن هو طبعا الاساس الله يديله الصحة يا رب اللهم أمين دلوقتي اللحظة الأخيرة في المسرحية حضرتك هتطلع على المسرح وتقول للناس حاجة من قلبك بصدق بدون أقنعة بدون افتعال حضرتك اللي هتقرر عايز تقول إيه للناس وهتقوله على المسرح ماشي الجمهور العظيم الجميل الطيب
الحنون، القاسي، المجهد، المحق، المبطل أحياناً. أنا من غيركم ولا حاجة، وانتم كمان من غير ممثل أو مؤدي أعتقد مش هتلاقوا حاجة عشان تتفرجوا عليها. أنا وانتم بنكمل بعض، أنا وانتم بنغزل مع بعض خيوط حدوتة. حدوتة لازم انتوا نتفق عليها إن لو هي خيال هتصدقوها، ولو هي واقع هتفهموها وهتحسوها. وأحياناً أنا كممثل بطلع قدامكم عشان أعمل مشهد اعتبروا اللي أنا فيه دلوقتي مشهد، بل أصدق مشهد ممكن أعمله في حياتي، وأصدق كلمة ممكن أقولها من قلبي ليكم إن أنا بحبكم وفي نفس الوقت زعلان منكم عشان بتختاروا ذوق تاني غير الذوق اللي أنا وإنتم اتربينا عليه. نرجع تاني نختار تاني من أول وجديد تاني، اختاروا ذوق تاني عشان علاء مرسي يرجع ليكم تاني. عن إذنكم، شكراً.